هادو نكملوا لا فيديو هذه اون اوتر فوا. هنا نشوفوا مثلا هناك كثير من الناس لسوء الحظ، اولا ما يعرفوش ليستوار تاع بلادهم، والناس من الخارج مثلا يستهزئون يقول لك لالجيري هذه مخدومه من فرنسا ما كاش عندها تاريخ ايتو. دونك نولي مثلا ندير ريلاسيون بين ليكزيستونس تاعنا وتاع بلادنا ومع هذه لي زورغانيزاسيون لا ديبلوماسيه الجيريان اليوم وين وصلت. مثلا دونك حنايا هنايا في 1500 اوكي، هذيك هنايا الجزائر. دونك الناس اللي يقولك ما تيكزيستيش لالجيري قبل 62 هايلك لا بروف باش يسكتونا شويه. دونك هذه الخريطة ثاني 1500 هايلك بارباري. دونك حنا كاع الصحراء هنا تي لا فرونتيير مع شوف فاس. دونك لا فرونتيير مع المغرب كانت في قديم الزمان نفسها. دونك باش يقول لك نروحوا للشرق ولا الصحراء الشرقيه، الصحراء ميم با الصحراء الغربيه ما كانتش مع المغرب في هذا في هذاك الوقت. هذا دوك نوليو ليستوار تاعو، هذا جزائري في 1600، هادو سي لي بيرات الجيريان اللي راحوا الى ايرلندا في 1600. لا رولاسيون اونت لالجيري اي لا هولاند هايليك 1650 ليكزيستونس دو لالجيري افون لا فرونس. هنايا معاهدة السلام بين الجزائر والسلطان شارل الثاني، معاهدة السلام في 1664. هنايا الجزائر في 1683 ألجي الجزائر. دونك يقولك ما كانش ليكزيستونس دو لالجيري، هايليك ليكزيستونس دو لالجيري نفس ال هايليك الجزائر في 1690 هايليك. هنايا الحرب بين بريطانيا والجزائر بين 1715 و 1726 نفس الشيء، اما يهضروا على الحرب بين الجزائر وبريطانيا في 1715. ومعاهدة السلام بين الجزائر و السويد، نوروا تاع السويد. معاهدة السلام بين الجزائر والسويد. هنايا معاهدة السلام هو عطاولو الورقة هذيك. دونك مساحل عطاولو كي كان وزير الخارجية عطالو هذه الورقة هذه البرية هذيك، هي معاهدة السلام بين الجزائر والدنمارك في 1772. هنايا لومباساد تاع أمريكا راهم يهضرو على معاهدة السلام بين أمريكا والجزائر، معاهدة السلام بين الجزائر وأمريكا 1795. هنا الحروب الأمريكية الجزائرية 1801. هنايا لسوء الحظ نزيدو هذا نهضرو على هذا الخيانة العظمى، هذا كيركبو في الطيارة، هذا لي سيس هادو كيركبو الطيارة باش يروحو إلى تونس
1956 لسوء الحظ حكموهم لفرنسي. دونك كيفاه على بالهم هما خرجوا من المغرب، خرجوا من المغرب معليش فاصون، شكون اللي خرج الكلام هذا الشيء اللي امانه في 1956 حكموهم وعندهم اون ريلاسيون دوك نولي مع لي سيباراتيست تاع ليرلاند. هنايا سي كيف لو اف ان ان سي، هذا سي لو فرون دو ليبراسيون ناسيونال كورس، اللي استحوذ اللي تعلم لو ناسيوناليزم كي كريا روحو في 1958 من مالجيري، مالجيري تعلم كيفاه يدير لو ناسيوناليزم، لان لو اف ان ان سي الجيريان. دونك il y a le FLNC c'est le Front de Libération Nationale Corse. تعلموا من الجيري كومون فير لو ناسيوناليزم. هذا سي ليتا، هذا سي لي سيباراتيست اسبانيول، عندهم لانفلونس، تعلموا كيف كيف كيما الجروب اللي قبل من الجزائر والكوبا، تعلموا كيف يديروا لا ريفولوسيون، هايلك كيف يديروا لا ريفولوسيون. هذو سي لي سيباراتيست اسبانيول. هذه سي لاكور دي فيون 1962 61 بيان سور، باش يخرجوا من الهيمنه الفرنسيه. هنايا كي قلت لكم لا دبلوماسية الجيرية ما بداتش فقط البارح. دونك كي تشوفوا نيلسون مانديلا يجي يتعلم مع بونديان، مع بن بلا، مع بورياف، مع بيطات، وهذا مثلا هذا ستانلي دور افريكا، هذا ستانلي دور افريكا، وكان ثاني الموزمبيق انغولا، هادو سي دي جون تعلمو لا ريفوليسيون مع دي جون تاع لا فلان. دونك الدبلوماسية الجزائرية ما بداتش فقط اليوم. هذا سي نفس الصورة، هذا شوف شكون هنايا بوتفليقة، هنايا مور بن بلا على غلق الحدود مع المغرب المشاكل 1963، هايليك هنايا قطع العلاقات، قالك المغرب قطع العلاقات مع كوبا في 1963. دونك اليوم كي نشوفوهم يقطعوا العلاقات مع في تويتر، هذا ماشي جديد. اوكي كات دبلوماتيك تايز ويز كوبا في 1963. دونك هنايا شوف هذا بومدين مع كوبا، لان يسوتنيونا حنايا كي كان عندنا مشكله في 63، في 63 دونك سيبورتونا، قالوا انتوما اللي عندكم الحق، خرجتوا من الحرب وهما يصدموا عليكم، دونك قطعوا العلاقات زعما معاهم. شوفوا مثلا هنا في 1963 قلت لكم مثلا لا بنك مونديال خلقت ان سول بنك، ومن بعد داخل لا بنك هادو خلقوا دي بنك صغار هكذا. حنايا دونك اونيتي دون بوزوان في 1963، دونك درنا لا ديزيون هذه الانترناشونال بانك اوف ريكونستراكشن باش يعاونونا. حنا كنا في واحد الازمه، كاين هذه في ثاني انترناشونال ديفلوبمنت اسوسيشن، هي بنك صغيره داخل لا بانك مونديال في 63. حنا كنا في حاجه الى المال باش يعاونونا، حنا خرجنا من الحرب. هنا مع لا رولاسيون، شوف لا رولاسيون مع لا كوري دي نو 68 1968. هنا في امريكا مثلا اليوم ابي يفتخروا بزاف الديمقراطيين على الناس اللي مثلا حاربوا الراسيزم في الامريكان. هنايا هادو يشوفوهم سي كيما نقولوا سي الفون
لي فونداتور تاع الناس اللي حاربوا الراسيزم، بلاك بانثرز، الفهود السوداء. ومن بعد دخلوا لهم دي جون تاع الاف بي اي باش يشوفوا اسكو، لان سي دي جون سي دي زيكستريميست ما كاش. اوكي، كي كانوا مثلا كاع بورسويفي من الاف بي اي، من لابوليس، مشاكل الراسيزم تو، راحوا للجزائر في 1969. هاي لك هنايا راهم في الجيري، هذا كيف كيف 1969 في الجزائر، داروا مام الفيلم على هذا مع مارتن. كيف كيف نفس الصورة. دونك حنايا كيما قلت لكم لا ديزيون تاع لوبيك، كي خلق لوبيك هذا في العراق، حنايا دخلنا في 1969، ثم اللي بدينا، لان 69 مازال نم با ما رجعناش للبترول تاعنا كي درنا تأميم المحروقات. دونك ولينا بلد مصدر. هذه في القمة العربية، شوفوا لا دبلوماسي في 1970 مع ليبيا. شوفوا هذه لا فوتو هذه ولا دات. مثلا الناس لازم تتفكر مليح مليح، لان لا جينيراسيون صغار هذا تاع تيك توك لسوء الحظ ما يرجعوش للتاريخ باش يقول كيفاه، لماذا نعيش اليوم نفس المشكلة مع مثلا المغرب يروح مع إسرائيل. بعد الحرب تاع 73 أكتوبر 73، أوكي، جاء مثلا ياسر عرفات يتلاقى مع أبو مدين. أوكي، تشوف هنايا هذا لروا حسن دو أو يهدر مع الجنرال تاعو. دونك هذا لافوتو وحدها تبرهن لك أشياء كثيرة. قال لك ياسر عرفات كان مع أبو مدين يشوف إن هذا وهو يهضر مع الجنرال تاعو شهر ابري، لان هذا الشهر ابري الحرب الاسرائيليه هذه. دونك لان هو الخبيث اللي اعطى قدم كاع لي كاسيت ريكوردينغز، يعني دارهم ريجستري وكاع واش هضروا العرب، قدمها لاسرائيل. باش شوف دونك هذه صورة معبرة. هذا نفس الشيء كي جاء أنوار السادات إلى للجزائر، شوف ما وقتها جاء 73 سبتمبر. دونك التاريخ مهم. هذا ثاني أنوار السادات، هذه الهند كي جات يقول لكم الدبلوماسي، هذه غاندي، اندرا غاندي تاع الهند، نوناليني حركة عدم الانحياز، كيف كيف هذا تاع السعودية حركة عدم الانحياز. هنايا في 1974 كي كان بوتفليقة يبريزيدي لو بريزيدون دون سيسيون هيستوريك، اول مره يدخل ياسر عرفات للناسيون زوني. شكون دخلوا؟ دخلوا بوتفليقه. دونك لا بالستين حنايا مهدنا الطريق في 74. قالك هنايا يقدم السبيتش تاعو يهضر في الناسيون زوني، هذا بوتفليقه كيهضر في الناسيون زوني. هذا لوبانك في 1975. دونك كانت 73 75 كانت واحد لا كريز تاع البترول طاحنه، يعني البترول ولا هناك مشكله كبيره. هذه الصوره ثانيه معبره كثير كثير، معبره كثير. شوف لا دات سبتمبر 1978، معبره كثير. بومدين ما بقالوش 3 موا راح. دونك شوف هنا بوتفليقه الابراهيمي حمروش. هنايا لا ريونيو هذه سي دي جون، لا ريونيو اللي سي دي جون كي اوبوز لاكور كام ديفيد، كام ديفيد بين بين مصر انوار السادات و
إسرائيل. دونك إيماجين أموا أبري مرض واحد لا مالادي، دونك هنايا ثاني مع السودان 1978 شهر قبل ما يموت، هنايا 78 نفس الشيء مع سوريا، هنا شادلي مع الأردن في 1987، هنايا الأردن، هذيك فلسطين الزمن يعيد نفسه نوفمبر 88، أوكي لم الشمل الفلسطيني، لأن الناس اللي ما تعرفش ياسر عرفات كان البريزيدون تاع البيالو في الخارج، أوكي والفصائل كاع اللي كاينه في الداخل قال لهم بلستان كوديطا اللي دار لهم، ولكن حنايا كي جا عند الجزائر اللي يخدموا في الخارج واللي يخدموا في الداخل حسبوهم كيف كيف. 1988 دونك داروا الصلح، نون سيرمون داروا الصلح، هذيك نفس لا فوتو، التاريخ يعيد نفسه. هذه الصلح كي قلت لكم راه الدبلوماسي الجيريا عندها عمق كبير في العالم، هذا كي داروا الصلح بين الاي تي اي ليطا ولا الغوفرنمون اسبانيول، وين داروه؟ داروه في الجزائر، اوكي لي سيباراتيست بيستوك، بيستوك ان الجيريا، اوكي الصلح، هما خافوا يوليو الى اسبانيا ولكن داروا الصلح في الجزائر. هايليك بعد الصلح والتلاقي في 1988 في هنايا ديكلارات للطائش تاع فلسطين، التاريخ يعيد نفسه. هنايا في 1990 لان بغاو كيخلقوا لهذه لاكور اسبانيول بغات تقاضي صدام حسين، هذا طارق عزيز واقيلا دونك احمد بن بلة راح الى صدام حسين بور لي بور بارلي، هذا طارق عزيز. دونك شوفوا لا دبلوماسي الجيريان راحوا قبل ما يرفدوه ديجا، هذا بكري بغاو يديروا له اللعبه. هذه نيلسون مانديلا 1990 ورن بالستينيان سكارف، يعني هذا الشيء تاع فلسطين، هذه السنوتر بونك الجيري. حنايا كي كنا مثلا هذه لادات هذه تري امبورطون، لادات هذه تري امبورطون 1990، حنا كنا في واحد الازمه بوليتيك، وثانيا دراهم ما كاش، دونك رانا نروحو نشحتو من البنك العالمي يعاوننا، صافي كان عندهم خمسه، كان انشور بونك وعندها خمسه تاع لي فيليان، كل وحده واش دير. حنايا في 1990 رحنا باش نجيبو دراهم باش يعاونونا ناكلو، الماكلة ما عندناش واش ناكلو في 1990. دونك من بعض الأسباب اللي هيجت الشعب في 87 88 89، دونك يقولك واحد راحوا للديمقراطية، قبل ما يروحوا للديمقراطية الكرش الجزائري هي اللي ناضو، دونك ما عندهمش واش ياكلوا، كلش ما كاش، وش فينا هكذا كلش ما كاش، دير لاشين على الخبز. دونك الجزائر في عز الازمه راهي تروح باش تكماندي باش تجيب اللون باش تجيب لي كريدي، حنايا ناضو وناس تاع الديمقراطيه حقوق الانسان، وهذوك الفيس ناضو استغلوا هذيك الفرصه وين هناك ضعف الدولة الجزائرية، لأن ما كاش دراهم، ما تقدرش سوق الفلاح كلش ما كاش، دونك هذو الأناس هذو استغلوا الفرصة هذه
باش يديروا ان بروجي بوليتيك، مع انه المطلب الاول ما كانش مطلب سياسي. دونك شادلي راح بدل لا كونستيتيسيون تاع 89، خرج لنا الاسلامويين لسوء الحظ. الناس قالوا الكره هذا والبغض والغضب على الدوله الجزائريه، دونك نحاول فلان لسوء الحظ، لانه هو اللي حكم 62 الى 89. قالوا مثلا هذو الناس مثلا يعبدوا ربي وجابوا كلام الله، بتاتا هما اللي يديروا لنا حاجه مليحه، عينك على هبوطه في الفيس. دونك هذا الخبيث هذا المنصف المرزوقي هذا كي كان في الحبس في 1994، نيلسون مانديلا هو اللي كما نقولوا تقارب من زين العابدين بن علي، هناك هو الوسيط باش هذا الانسان يخرج من السجن. اليوم خرج من السجن لان نيلسون مانديلا هذا تلميذ الدبلوماسيه الجزائريه، اوكي. دونك راح طبق هذيك لا دبلوماسي، طلق هذا الثعلب هذا المرزوقي، واليوم المرزوقي هذا او يكتب كتابات ضد الجزائر، يروح مع المغرب ويدير مقالات ويدير يعني دي فيديو ضد الجزائر، مع على بالوش بلي الدبلوماسيه الجزائريه اللي نحاتو من السجن لسوء الحظ ما يرجعش الخيار. دونك هذه سونوتر بونك في 1991 بعد لي زيليكسيون هذوك كومينال، لا هذه في 96. كنا في واحد الازمه في 96، التيروريزم، الاقتلاء بارتو، ما كانش دراهم، ما كان والو، حتى واحد ما يسلف لك دراهم، ولي تيروريست كانوا يجمعوا دراهم في لونجلتير. هذه ثاني 96 سي نوتر بونك، بغينا ديزانفستيسمون. لو بروبليم ما يعطيكش ان انفستيسمون، يحرقك، يعطيك ان كريدي ومن بعد يحرسك. كي وصلنا زروال، البريزيدون زروال، ايلك لا دبلوماسي الجيريان، داروا لا كونفونسيون ضد، لان حنايا كنا تحت القصف تاع الارهاب الغاشم، لي بومب بارتويتو. الدنيا دائما نقول لهم رانا في مازق، حنايا الجيري حتى واحد ما يسمع لك. مازال ما وصلتش 2001 وين صارت القنبلات هذيك تاع امريكا. 1997 بيان سور مع العمل مع دي بي واحد اخرين، داروا لا كونفونسيون هذه تاع الناس اللي يديروا لي بومب، باش بور كريميناليزي هذوك الناس اللي يديروا لي بومب. دونك شوفوا لا دبلوماسي تاع زروال هنايا، ومن بعد يجيك لا دبلوماسي تاع بوتفليقه. دونك زروال الى في لو با هذاك باش كريميناليزي لي تيرورست هذوك اللي يديروا لي بومب، ميم سي ما ديرها انت يا مثلا، ميم سي ما تقتلش واحد، صافي ديك راك يلقاوها في كيما لقاو دي بومب مثلا في الحراش هذاك في لونيفرسيتي تاع الحراش، ولا دي ستوديون كانوا يديروا دي بومب داخل المدرسه داخل لونيفرسيتي. بوتفليقه مثلا قطع راس لي تيرورست هذيك الفينونسمون تاعهم، كاين دي بي وين راهم يفينونسيو لي جروب جهاديست هادو بلا دبلوماسي تاع بوتفليقه. واضافه الى 188 بلد سنيو هذا لا كونفونسيون، خلاص ام بي مثلا يعاون دي تيرورست هذاك، يقدم لهم ان دون ولا يخدمهم دي كريدي ولا يخدمهم اي شيء، مام هو يخلص. 188 بلد سنيو هذا لا كونفونسيون، هذا الدبلوماسية الجزائرية. هنا الدبلوماسية الجزائرية بوتفليقة في 2000 وين دار الصلح بين اثيوبيا واريتريا، ايلك اثيوبيا واريتريا، الصلح كان في الجزائر، الصلح كان في الجزائر. دونك عمق الدبلوماسية الجزائرية هنايا في 2001 لفلسطين، 2001
هنايا ثاني 2001 لو جور مام ايماجي، هنايا من 1990 الى 2001 حتى واحد ما يعطيك درهم والو، حتى واحد ما يسلف لك درهم. حتى وين وصل بوتفليقه 99 بدل لا فيزيون تاع الانفستيسمون ايترونجي في البلاد، بدا بالماريكان 2001 دونك غير لا تكنيك 2001 هذا. دونك بين شاكيب خليل وبوتفليقه والامريكان غيروا الانفستيسمون في العالم في الجيل. دونك هذه مثلا ستون اجونس اللي تقدم دي انفورماسيون على لوبيك، شكون اللي كرياها؟ كريات في 2001 ديريكتومون كي حطوا شاكيب خليل، كرياو هذه الاورغانيزاسيون هذه باش تقدم دي دوني صحاح على لو بترول. هنايا لا رولاسيون بين الجزائر و لا غروند بريتان سي ان فيزيت اوفيسيال 2006. هنايا كي هضرت لكم مثلا على لا فوتو هذه قلت لكم لا كرياسيون تاع والله هذه لا كرياسيون تاع هذه لي بي اكسبورتور دو غاز ناتورال الغاز. هذا الاورغانيزاسيون هذه كي كنا مثلا رفدنا رواحتينا اي لك وقتها دارها، شكون دارها؟ دارها شاكيب خليل 2008. جبنا دي بي افريكا اللي يصدروا الغاز ولا لي برودوي تاع لي مين. دونك كي تكري نظر اورغانيزم راك افيك لي بي افريكا ولا افيك لي بي تاع الخليج، دونك عندك قوة واحدة أخرى. دونك الأورغانيزاسيون هذه اليوم نفتخر بها لأن هي اللي رانا نصدروا الكاز بها إلى أوروبا. هنايا في 2011 شوف واش قال القذافي، قالها لي البنتو ألجيريا إز ذا أونلي كانتري، قالها الجزائر هي البلد الوحيد اللي ما الفا با تابوندوني، أوكي ما تخليكش كي تروحي لتما حتى واحد ما يخليك. دونك دخلت الى الجزائر بالعز والكرامه. هنايا شكون هذا؟ لا مامرا 2015، هنا سي لا ريكونسيلياسيون او مالي، اوكي الدبلوماسيه الجزائريه، عليك الدبلوماسيه الجزائريه نزيدو الدبلوماسيه الجزائريه. هذا المشكل تاع ايران كي كان مشكل في اليمن هايليك. دونك باش نروحو نهضرو مع ايران لان لسوء الحظ شكون هو يخلص هو الشعب اليمني. هنا 2018 دارو تمبر على نيلسون مانديلا سامبول. هنايا 2018 لا زواد لان المشاكل اللي كانت في المالي كل واحد يجبد لا ريجيون تاعو. دونك باش ديجا هذيك لا ريجون اللي كاين تحت الجيري تاع لازاواديتو كاين هذا لا كورديناسيون دي موفمون دا زواد، كاين بزاف لي فراكسيون. دونك كل واحد يشد لا بارتي تاعو. دونك هنايا لازم تلم دابور شمل الازواد من بعد تلم كل شمل المالي شكون يحكم. هاي لك المالي هاوك بوتفليقة هنايا. هذه في 2019 كي راح ابراهيم غالي الى لافريك دي سود ويكتبوا هنايا على البوليزاريو هذاك او يمشي في الطائره بريزيدونسيال طائره الرئاسيه تاع الجزائر. دوك نوريكم الطائره الجزائريه شكون داها. اركب فيها ياسر عرفات، اركب فيها نيلسون مانديلا. دونك هاي لك روح نتايا. هذا مالي توجور 2020 يقولوا لها مالي الجيس بيس اغريمنت. هذه ليبي هاي لك نظر كما يقولوا نظر بيرسون، هذا ابن الدبلوماسيه الجزائريه هذا في الجزائر باش ليبيا.
ليبيا، مشكلة تاع ليبيا. هذا دقيقة، هذا في وقت تبون، هذا في وقت تبون. كيف كيف هذا في 2021، 2021 ربيع. الدبلوماسية الجزائرية اليوم هاي لك، لم الشمل الفلسطيني 2022، 2022 لم الشمل الليبي، لم الشمل الليبي، لم الشمل الفلسطيني 2022، 2022، 2022. هنا بين إيران والعراق، شكون هذا؟ بومدير لم الشمل. بين سوريا وفلسطين، بين سوريا ومصر، بوتفليقة مصر عنده مشكلة. هذا أول رئيس اللي جاء عنده بعد الانقلاب. دونك الدبلوماسية الجيران هايك، بوتفليقة بن بلاه شي جيفارا، زروان مع حافظ الأسد تاع سوريا، شي جيفارا فيدر كاسترو مع بومدي مع بن بلاه. هذه ألجيريا بلاتا قديمة بزاف، ما عنديش على باش لاطات، هذه مي قديمة بزاف. الناس اللي عايلك، الناس اللي تقول لك المغرب، المغرب عايلك، المغرب وراي موروكو راك 500 مترات، وراك هنا الصحراء الغربية كلش ماشي تاعك. هنايا سي ألجيري، هنا تونس، هذا قديمة. يقول لك نروحوا الشرق، نروحوا الشرق، وين تروح الشرق؟ ما عندك وين تروح. هاي لك الألجيري في 1600 ولا 1500، اوكي. هاي لك لا زواد، هاي لك لي فراكسيون تاع لا زواد سيما، اوكي. هنايا فقط لي باش تشوفوا، يعني زعما هذه كي بعثوا، كي بعثوا لي ميليتار، لي ميليتار باش يبعثوا لي ميليتار يروحوا لي البلدان مثلا الافريقيه اللي عندهم مشكله، يبعثوا لي كاسك بلو ولا هذيك. المغرب شحال بعثوا الى كونغو؟ بعثوا 918 جندي. الجزائر بعثت صفر، بعثت دوز اكسبير، دوز اكسبير سيفيل، اوكي. الناس اللي يقول لك ما الجزائر سان اكزيست با قبل 62، هو عندنا اكثر من 500 معاهده مع بلدان في العالم، 500 معاهده. هاي لك المعاهدات الاخرى. هنا في امريكا قلت لكم السود يفتخروا ب لي جون اللي خدموا على كيما نقولوا لي دروا دوم، لي دروا تاع الافريكانز ايتو. هذا نيشن اوف اسلام، هذيك كي جاو الجزائر، اوكي، جاو الجزائر عندهم واحد العقيده، قال لك نروحوا للجزائر لان هي بلد المقاومه، تعلموا منا. اوكي ارمي هنايا ياسر عرفات مع نيلسون مانديلا، هذه لوبيك، اوكي، هذه لوبيك بليس، هذه الماساكر دو دمسكس وين الامير عبد القادر الى صوفي دي سونتين دو كريتيان دروز ايتو من كما نقولوا المذبحة الرومان العثمانية. هربوا كاع، هربوا وراحوا للقصر تاعو باش ما يقتلوهمش، حماهم. دونك على هذا الناس راهي اللي ريكونيسونت واش دار الامير عبد القادر في سوريا.
هذه ستان ليفر او هذا ويهضر على الليفر هذا كي كانت مثلا كي كان واحد الجوع في ايرلندا، كان واحد الجوع في ايرلندا ومن بعد بعثوا بريا الى الجزائر باش يبعثوا هاد جون يجيو يعيشوا تما في الجزائر. اوكي قصه طويله هذه، وجاو هاد الناس هادو لسوء الحظ من بعد لان الجزائر اعطت لهم اللجوء، من بعد راحوا مع شوط لي سيدي كولو مع فرنسا، بعد فرنسا داتهم الى مالطا ايتو. بصح جاو لان عندهم مجاعه في اوروبا في ايرلندا، وجاو للجزائر دومونداو اسكو نقدروا نجيو ايتو الى الجزائر لان كاين الجوع في اوروبا. دونك هذا البيرات هذا تاع البربر اللي راح لايرلندا، هذا سي اثيوبيا و 2008 بين اثيوبيا واريتريا السلم، هذه سي لاكريز تاع اليمن، شوفوا الجزائر واش راهي دير في سويسرا، الناس كاع يديروا تحت الطاوله يخلصوا دراهم باش يكسروا البلدان العربيه، ولكن الدبلوماسيه الجزائريه راهي تشوف كيفاه تحمي البلدان العربيه. هذا المشكل تاع اليمن. هذا سي فرانس فانون الذي مات في امريكا، الذي هو ممبر تاع لافانان، استا ممبر تاع لافانان. دونك هنا في امريكا يشوفوا ستان سامبول للناس اللي تهضر على مثلا يهضروا على الدروا تاع الناس تاع المراه، الدروا تاع لو ناسيوناليزم ايتو، يهضروا بزاف على فرانس فانون، يكتب بزاف كتابات. دونك ستان سامبول هو قال لك انايا بلا لاجيري جو نيكزيست با، هذا اللي حاكم الان نيشن اوف اسلام. اوكي هذا اللي الفونداتور اللي جا محمد نيشن اوف اسلام. هنا مالكوم اكس في 1964 كي جاء الى الجزائر، هاي لك مالكوم اكس، مالكوم اكس هذا هاي لك هنا في الجزائر مالكوم اكس. هذا مالكوم اكس هذا كما نقولوا The mentor هو الأستاذ تاع مارتن لوثر كينغ، ميم سي لارج ديفيرونس هكاك. شوف واش قالك هنايا مالكوم اكس، قالك لا ريفوليسيون الجيريان شوط هي قمة تاع لي ريفوليسيون. هايلك مالكوم اكس، هايلك مارتن لوثر كينغ، شيء المعجب يعني هنايا. هذه البرية اللي كتب مالكوم اكس من الجزائر، وصل الجزائر كتب برية باش يبعثها الى الولايات المتحدة في 64. مالك اليجا الحاج مالك، لانه هو عنده اسم اسلام الحاج مالك. مالك طاف الحاج مالك هذا كي راح للسعوديه، ايماجين نفس لا فيزيت، نفس لا فيزيت. قال كان قبل ما نروح نحج للحج للبلاصه تاع الحج لازم نروح نحج الى مكان لا ريفولوسيون، وين راح الى الجزائر. هذه بعدها من السعوديه الى امريكا. هنايا هذا نيلسون مانديلا مع لارمي الجيريان، واش قال هنايا؟ قالهم لارمي الجيريان هي اللي رجعتني راجل، The Algerian army made me a man، قال لك هي اللي رجعتني راجل. دونك هذه دقيقة، هذه مرات فرانس فانون ماتت في الجزائر في 1989، راجلها مات في أمريكا، هي راحت ماتت
في الجزائر. شكون هذه؟ هذه ابنة فرانس فانون. ابنة فرانس فانون راهي تجري اليوم على القضية الفلسطينية. صافيتير حنايا لا ديبلوماسية الجيريان ولا كولتور الجيريان وليكول الجيريان ربات باباها، باباها اعطى لها لي ميم برانسيب. اليوم راهي تجري على القضية الفلسطينية. دونك القضية الفلسطينية ميم سي الجيري ما راهيش تعاون، ولكن عندها بذور وجذور في العالم. شفتوا دونك الناس ممسي بلا دراهم، ممسي بلا لي لوبي. دونك كاين الدم كما قلت لكم. مثلا اليوم نيلسون مانديلا او يعاون اليوم الله يرحمه، هو او يعاون مثلا القضيه الصحراويه. هايلك هنا يا قال لك نيلسون مانديلا مع فرانس فانون في 1950 في الخمسينات. تعلموا واش تعلموا هايلك. وهنا انا نيلسون مانديلا واش تعلموا من الجزائر. نيلسون مانديلا نوليو هنايا. نيلسون مانديلا واش قال هنايا؟ وراهي لافوتو هذه شفتوا هنايا. قال لك الجزائر هي محور، الجزائر هي محور المقاومات. يعني كاين المقاومات بارتو. شفتوا لا يعني كي يكون ان سيركل، ان سيركل راهو يدور على حاجه. اوكي الروضه راهي تدور على حاجه ولا السيركل راهي يدور على حاجه. هذاك الميليو هذاك البيفو هذاك قال لك سي لالجيري. دونك هاي لك البيفو تاع لي ريفولوسيون سي لالجيري. مركز نقطه ارتكاز درت له لا البيفو. نيلسون مانديلا avec un drapeau algérien. Nelson Mandela wara hna ta'ira ar-ra'asiya al-jazairiya fi maqam shahid. Aylik Nelson Mandela fi maqam shahid ma Ghazali fi 90ات. قال لك البلد الوحيد اللي بغيت نزورو كي نولي رئيس الاول هو الجزائر. Aylik طع دونك هذه الطائرة الرئاسية اللي خذات ياسر عرفات، خذات إبراهيم غالي، وخذات نيلسون مانديلا. هايليك هنايا لومباساد تاع لاشين في لالجيري راهي تهدر على المتحدثة باسم الخارجية، نرحب بالاتفاق والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية. هذا رئيس الصحراوي يشير بالدور المحوري للجزائر في لم الشمل. هايلك هنايا هذه كي كنا قلت لكم لا كريز ايكونوميك تاع 1987 واش دار شادلي؟ دار اتفاقية باش يعاونونا لي بي تاع أمريكا الجنوبية. دونك حنايا كنا في حاجة ماسة ايكونوميكمو. دونك هما درنا اتفاقية معاهم باش يعاونونا لو اس. باش نخلصو هاد لافيديو هذه باش تشوفو هذه تاع الحراك. هذا است الانستيتو هنا تاع امريكان، هذا يونايتد ستيت انستيتوت اوف بيس، معهد هذا للسلام. واش داروا؟ داروا دراسه على الحراك في نوفمبر 2021. كي كنا نهضروا في الفيديو بيناتنا في اليوتيوب قلنا بلي الحراك منقسم الى ثلاث شرائح، ومن بعد شكون اللي خرج هذا ولا هذا. هذا كيشت هذا غير كيما شتو، جامي شتو ديجا. والله العظيم جابوا نفس النظريه اللي هضرنا عليها في اليوتيوب. هو استان انستيتو كبير، انا دائما نشوف اشياء في الانستيتو هذه. هضر على لي فراكسيون شحال، لماذا الحراك منقسم الى ثلاثه، شكون هما،
اوكي قال لك كاين الناس اللي خرجوا مثلا هذه نمبر 1، كان هناك اناس عم يخرجوا للحراك بار برانسيب، قال لك حنايا ولا بابانا خرج في الثمانينات انا نخرج في 2019. قال لك ما على باليش سقساو 1000 سقساو 167 انديفيد، ما على باليش كيفاش سقساهم في الجزائر ولا اونلاين ولا ما على باليش. قال لك 94% قالوا لنا باللي حنايا خرجنا بار برانسيب. كي كنا نهضروا في اليوتيوب لا رانا نكسروا فقط، جامي قلنا باللي قلت رانا نهضروا عندوين فالور كبيره هكذا. شوف 43% بار برانسيب نخرج بار برانسيب، 33% قال لك بوليتيكال ريزونز يعني لاسباب سياسيه، العهد الخامس العهد الرابع من المهم، قال لك 11% لاسباب اجتماعيه، 5% هما اصحابهم اللي قالوا لهم ارواح ارواح تجي، هو النفس كاع شافوا البنات في الطريق يروح يمشي. قال لك 4% هي اسباب اقتصاديه، تقريبا 2% او يخرج وما على بالوش كاع علاه يخرج. صافي 2% يخرج للطريق ما على بالوش، 4% باللي الاوضاع الاقتصاديه تاعو عيانه. كي تشوف برك هذو هنايا 5% 4% 1% صافي، هذوك اللي يخرجوا باللي يتبعوا اصحابهم نحيه، هذوك اللي ما على بالهمش نحيه. كي تقارن الحراك الجزائري والانتفاضه في مصر والانتفاضه في سوريا والانتفاضه في، مع انه دائما نقولوا هناك مؤثر شكون او يمشي هذيك لي ريفولوسيون، ولكن هناك سبب. كي طلع الخبز في مصر خرجوا للطريق، حنايا في الجزائر الظروف الاجتماعية 11%، الظروف الاقتصادية 4%، صافي ديك 4% من 20 مليون خرجوا في باسكو الوضع الاقتصادي تاعهم عيان. البلد الوحيد اللي الناس خرجت على هذا ولات دراسة، الحراك ولات دراسة اليوم في البلدان المتقدمة. في أمريكا هضروا هنا الناس اللي تفهم الانجلي، قال لك خلعنا من، شوف كيس هنايا يقول لك وراه وراه هنايا باش تشوفوا باللي اتس كيس ستادي، يعني اخذوا شريحه من العالم قال كيف كيف هنايا ما مات حتى واحد، كيف هنا ما مات حتى واحد، البلد الوحيد اللي الناس خرجت الانتفاضه تاعهم. او يقول لك هنايا يقول لك هنايا 43% خرجوا بار برانسيب، لان جدهم ولا باباهم تاع الفيس ولا خرج لي دروا دو لوم ولا بار برانسيب، بابا خرج هو يخرج، بابا خرج في 88 هو يخرج في 2019. ولكن مقارنة مع تونس اللي خرج هذاك الانسان اللي حرق روحه لاسباب اقتصادية واجتماعية، شفتوا لا ديفيرونس بين البلدان؟ دونك مثلا قال لك اسكو هذوك الناس اللي خرجوا 20 مليون هذو اسكو يامنوا، شكون يامنوا في الحراك، شكون يامنوا باش يتبعوا؟ قال لك 5% هنايا يامنوا على على 7، داروا شوط سلم على 7 على 6 ولا 7 على 7 صافي، 5.74 يمنو لي مونبر تاع الحراك، صافي ديرك هذوك الناس اللي اطروا الحراك اول مره هما اللي يمنو. ومن بعد يقول لك اسكو كاين حراك اورجنايزرز، اسكو هناك منظمين للحراك، كي يكون واحد يخرج هكذا منظم للحراك يمنوه يتبعوه. صافي قريب 4.59 على 7، اسكو هذوك الناس يمنوا لارمي 4.15 على 7، شوفوا لارمي يأمنوها أكثر من الكوفيرنومو وأكثر من
الصحف الجزائرية والتلفزة الجزائرية ولا الجوفرنمون. شوف الجوفرنمون 1.66 على 7، الميديا 1.49 على 7. other countries اسكو يا منو مثلا الناس اللي بغات تدخل الناتو، الناس اللي بغات تدخل فرنسا ولا بلدان اخرى، لا تركي قطر اي بلد اللي كان يشجع، قال لك 3.42 على 7. اوكي دونك تشوفوا هنايا ميم لي بيرسوناليتي بوليتيك هذوك نحاوهم. دونك كنت قراه تشوف. اوكي هايليك قال لك اهضروا على من كل النواحي، من كل النواحي. مم عطاو لها صبغه سيكولوجيه، يعني بسيكولوجيكمون هم يهضروا على الحراك هذا كيفاه. الناس خرجوا صدفه، وثانيا ما كان حتى واحد اللي مات. وحنا نقولوا روحوا رجعوا لي فيديو تاعنا تشوفوا باللي كنا نقولوا الحراك هذا امبوسيبل، ماشي الناس اللي خرجت فقط وحدها، هناك مؤثرين، العلبة السوداء هما اللي يديروا كلش. بصح كانوا بعض الناس يضحكوا علينا، على بالنا شكون دار الحراك، على بالنا كيف اطروه، وعلى بالنا باللي اسكو جاب ولا ما جابش. وبعد كاين اللي بيان سور بغاو يركبوا الموجة، لسوء الحظ طاحوا من الموجة هذاك غرقوا كاع. هايليك دونك داروا له دراسة بسيكولوجية للحراك الجزائري. كيفاه يعني احنا هضرنا على خرجوا هذو لي باربي، وخرجوا الفيمينيزم، خرجوا لي بوليتيسيان. ومن بعد كي يولي مثلا كيما زبيدة عسولي نحيوها، كيما جيلالي سفياني نحيوها، كيما فتحي غراسي نحيوها، ما لازمش يخرج واحد ستان بوليتيسيان في الحراك هذا. بغاو يدخلوا عقليه جديده وناس اللي مثلا عندهم اجنده واحدة اخرى، ولكن لسوء الحظ هايليك دوك كيما هضرنا طاحوا يعني. دوك باش نختم هذا لا فيديو هذه على لا دبلوماسي الجيريان. كي قلت لكم لا دبلوماسي الجيريان العلبة السوداء تاعها، والدولة العميقة مرتبة منظمة من 1956 إلى الوقت الحالي. كي تشوف تبديل الرؤساء، تبديل الأناس، تبديل الجوفرنمون، ولكن نفس العقلية، نفس الإيديولوجي. مثلا ما من الناس اللي تدربت عندنا اليوم راهي خارجة في العالم، الناس اللي ماتت ماتت، والناس اللي مازالها حية كما بنت فرانس فانون وليد فرانس فانون لم يجريوا على القضايا هذه تاع الأناس. ولكن ثانيا ما على باليش الوقت مانع، أنا الصحراء الغربية ومن بعد نهضر على الصحراء الغربية، لأن هذه شوف في لي ناسيونز يوني في هذا الدومين هذا كاين دي كوميتي، دي كوميتي اللي كل واحد واش حكم. دونك الكوميتي هذا تاع هذه تاع لا ديكولونيزاسيون، الكوميتي كات راهي تخدم بزاف، هي من نيجيريا راهي تخدم بزاف. دوك اليوم على الطاولة تاعها الدوسي تاع الصحراء الغربية. السمانة اللي فاتت هادوك لي روبريزونطو تاع المغرب اللي راحوا باش يهضروا لصالح الصحراء الغربية خرجهم لومباسادور تاع المغرب، خرجهم من لا سيسيون هذوك، قال لهم ما تهضروش. كيفاه مغربي يقولهم كيفاه مغربي يجي باش يبرهن باللي الصحراء الغربية ماشي مغربية، سيدي ماروكان في سويسرا خرجوهم في نيويورك واقيلا. دونك للأسف الشديد
للأسف الشديد من بعد نهضروا على هذا تاع الصحراء الغربية باسكو سي طري طري زامبورطون واش راه صاري. البلدان اللي راهي تسوتني هذا الكوميتي هذا يقولوا له لو فورث كوميتي اوكي لازم يديروا لاجوندا البريزيدون ولا لا بريزيدونت تاع لا كوميسيون هذه تاع الكوميتي هذا يدير لاجوندا. اليوم لاجوندا تاعهم شنو هي؟ الصحراء الغربيه. صافي دير هذا المغرب اللي راه يجري باش يدير الفوت الصحراء الغربية أو يجري في باطل، لأن خلاص هذا الدوسي هذا دخل إلى سكون أبل الكوميتي هذا تاع لا ديكولونيزاسيون. دونك ما راش مشكل بين المغرب والصحراء الغربية اليوم، راه مشكل بين إسبانيا والصحراء الغربية في لي ناسيون زوني. دونك أيليك لسوء الحظ كما نقولوا لسوء الحظ، لأن نيجيريا مع ساوث افريكا هما اللي جبدوا الدوسي هذا، ميم با الجيري، ميم با الجيري. دونك اليوم لاجوندا تاع الكوميتي الرابع هذا واش يدير؟ القضيه الصحراويه هي المشكله الاولى ليه. دونك المغرب اللي راه يجري في العالم يخلص دراهم يخلص لي لوبي يخلص كلش راهو يضيع الوقت تاعو، لان هذا المشكل هذا ما ولاش مشكل مغربي، ولا مشكل بين الصحراء الغربيه والاسبان، لان لا جوستيس اسبانيول لا كور سوبريم الهيئه العليا اوكي، لان قررت ان هذا المشكل ولا خلاص سي تان بي كيما نقولوا انديبوندون اوكي. المحكمه العليا في اسبانيا قررت باللي الصحراء الغربيه سي تان بي انديبوندون. دونك اليوم ما على باليش علاه دونك راهم يضيعوا الوقت الناس هذو، يقول لك مثلا نديروا الفوت ولا نديروا خلاص الصحراء الغربيه سي تان بروبليم نورمالمون كلاسي. دونك الناس اللي راهي تهضر باللي ما يا با ديكزيستونس تاع الجيري من قبل ايليك لا بروف، ومازال عندك نجيبهم قنطار تاع لي بروف بلي، وبيان سور مع لا دبلوماسي الجيريان اللي لعبت دور مهم 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 في العالم. ان شاء الله كيما نقولوا هذا البلدان قاع استقروا وايليك كل رؤساء الجزائر مرت بعقد من الزمن الرؤساء تاعها كاع بارتيسيباو على الامن في العالم، الوزارة الخارجيه دونك لا بارتيسيبي مع الرؤساء تاعها في الامن العالمي. دونك هذه المدرسه العالميه للدبلوماسيه دارت المحال في العالم، على هذا راهي مستهدفه. دونك تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير هذوك الناس كاع اللي يونكوراجيو بلي ميساج، ميرسي بيان. تهلاو في رواحتكم.